بشكل مبدئي طنط ماجو شافت الأنسة حبيبة في النادي، اتجننت بيها، راحت حكي لطنط ساسو عليها. طنط ساسو بقى دي تبقى الأنتيم بتاعت ميكي اللي هي ماما. ماما بقى راحت قايلالي أجي لحضرتك وأطلب الأنسة حبيبة على طول. أوه. حاضر. قلع. قلع إيه حضرتك؟ قلع جبتها. حاضر. ماشي. قميص. نعم؟ القميص. ليه حضرتك؟ قلع القميص. حاضر. بنطلون. نعم بنطلون. ايه على البنطلون؟ انت مش عايز تتجوز حبيبه؟ اه. ايه على البنطلون؟ ها ايه لا هو ايه اللي ما ينفعش حضرتك؟ طمك اسمها ايه؟ ميكي. ميكي؟ قول لي ميكي، تقول له دودو، تقول لي ساسو، اللي هيجي ناحية بنت على سيفه. يلا امشي من هنا، امشي. تعرفين منين؟ وايه اللي جابه؟ ده انا هخرب بيته. كابوس يا بابا. كابوس صحيح. كابوس. الواحد قال بس ايه تعرفيه ساكن فين ده؟ Can I help you, my lady? Oh my god. What happened? What's the matter? Why you are crying? I just remember my grandfather died here in Alamein. Your grandfather died here in Alamein. Oh, my congratulations. مالها الخواجة بتعيط لي يا باشا؟ لا دي افتكر جدها مدفون هنا في العالمين. لا إله إلا الله. From where you come? England. England, yes. What's your name? Margaret Clark Goldsmith. What is this? This got S. This? Thank you for this nice time. Thank you. My grandfather. Yes, Mr. Goldsmith. Yes. We always say, "Hey, I'm in my." Let's go. Shit. حلوه قوي دي. حلوه. اسمها ايه؟ انبعاث الوجدان. انبعاث الوجدان. فعلا الوجدان منبعث اتنين. الكتله في الفراغ. كتله في الفراغ. كتله في الفراغ. ربنا يوفق الجميع. واحب اقول لحضراتكم اللوحه دي خدت مني حوالي 12 سنه واسمها الطبول الزرقاء في الاوديه الخرصاء. وايه البتنجانه اللي فوق دي؟ البتنجانه اللي كانت في الجنينه عندنا 100 مره اقول لهم يا اخوانا شيلوا البتنجانه. شايف يا بابا؟ تجنن. ايه اللي تجنن؟ اللوحه. لوحه ايه؟ ده واحد عصر القطاي. عصر القطاي ايه يا بابا؟ اللوحه دي اسمها حنان. شايف مش كلها رقه وحنان؟ رقه وحنان ايه؟ وفي مغفلين بيشتروا الحاجات دي؟ دي ثمنها 160,000 جنيه يا بابا. 160,000 جنيه؟ والله يا بلاش. خطاب.
دي كفكرة خدت مني 10 سنين وكتنفيذ نفذتها في يومين بس، والحمد لله إنها خدت الجائزة الأولى في بناء لفينيسيا. دي بقى بتعبر عن إيه؟ معاناة الإنسان المعاصر. كده دي بتعبر عن الإنسان المعاصر بعد ما خد على قفاه على طول. لا دي حلوة بقى، دي بقى أنا فهمتها حقيقي، فهمتها لوحة حلوة قوي. إيه دي يا بابا؟ دي البيت. بتيجي نروح. يا مان انا جاي اخطب بنتك حبيبه. شيز فيري اكسايتنج، عايزين نعمل فيديو كليب مع بعضينا كابلز نيو لوك. هي دي البيكيني قطعتين وانا بالبيكيني قطعه واحده. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. الواد عبد السلام ده دمه زي العسل. مش كنت بتقول عليه رخم قبل كده؟ هو طالما اتجوز يبقى دمه زي العسل، انما ايام ما كان عازب وبنط لنا كل شويه كان دمه يلطش ورخم.